عزيزي الملزم بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة، إن التسجيل الإلكتروني في موقع جهاز الضرائب للأشخاص الذين لديهم رقم سجل تجاري فقط. أما الأشخاص الذين ليس لديهم رقم سجل تجاري، يجب عليهم التسجيل من خلال إكمال النموذج الموجود في موقع الجهاز وإرساله عبر البريد الإلكتروني. وللتسجيل إلكترونياً، اتبع الخطوات التالية. 1- عند تسجيل الدخول في موقع جهاز الضرائب، اضغط على تسجيل الملزم بالضريبة المندرج تحت الخدمات الإلكترونية. 2- في حقل رقم السجل التجاري، اكتب رقم الشركة واضغط على الزر تسجيل. 3- ستظهر النافذة المنبثقة تسجيل خاضع للضريبة، اختر تسجيل التزام ضريبة القيمة المضافة، وبعدها اضغط على زر استمر. 4- في حالة النجاح، النظام سيعرض صفحة تسجيل جديد لضريبة القيمة المضافة. 5- قم بتعبئة البيانات الصحيحة في الحقول الإجبارية. 6- اختر إضافة نشاط جديد باختيار النشاط الأساسي أو لإضافة نشاط آخر. 7- النظام سوف يظهر نافذة النشاط، اضغط على مربع الاختيار إذا كان النشاط رئيسي، أو قم باختيار النشاط وبعدها قم بتعبئة الحقول الإلزامية، النشاط، تاريخ بدء مزاولة النشاط، واضغط على الزر إضافة وإغلاق عند الانتهاء. 8- املأ الحقول اللازمة. 9- اضغط على الزر احفظ المسودة في نهاية الصفحة. 10- اضغط على زر المرفقات لإضافة المرفقات اللازمة. 11- قم بالضغط على إضافة مرفق جديد. 12- املأ المرفقات اللازمة واضغط حفظ مع إدخال جديد لإدخال أكثر من مسند أو حفظ وإغلاق. 13- قم بالضغط على زر تقديم المندرج تحت نموذج الطلب. 14- قم بالضغط على طباعة القرار. 15- قم بالضغط على طباعة شهادة ضريبة القيمة المضافة من صفحة الخدمات الإلكترونية. للمزيد من المعلومات، تواصل معنا عبر الاتصال أو رسائل الواتساب على الرقم 24746996 أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني vat@taxoman.gov.com.